انا بعرف انه كان مجمع مؤقت بدل مجمع رغدان ايام ما كان مسوي الصيانه او تجديد المجمع رغدان السياحي، وبعديها ثبتوه انه موقعه هذا وخاص بالباصات. عندك باصات الجامعه الهاشميه والجامعه الاردنيه وباصات وادي السير وباصات مأدبه وجبل الشمال وكليه حطين وباصات المناره وام نواره واسكان الكهرباء والقواسمه، وعندك اسكان طلال ورصيفه باصات رصيفه وباصات المهاجرين والمدينة الطبية وشمساني وعبدون، هذول كلهم بيطلع، ومرج الحمام وخلدة، وعندك بساط طبربور والسلط. ما يقارب عدد مش قليل يعني، من 3000 ل 4000 شخص يعني، مش أقل من هيك ولا أزيد من هيك يعني. والله بجوز مليون واحد، لأن كل البلد أصلاً كل شغلة بعمان، وكل الجامعات بعمان، وكل الكليات بعمان، ما في إشي غير عمان، فيعني هذا الشريان، هذا زي القلب. على ما أعتقد أكثر من 5000 مواطن. أتوقع 150,000 مواطن أو أكثر يمكن. المجمع اللي بده يدخل يمكن بتدخلوش أقل من 20-30 مليون باليوم، كلها يعني عالم. والله أنا بخمن ما بين 150,000 مواطن ل 200 ألف مواطن. بيجي تقريبا ما يقارب نص مليون نسمة يعني، بتجي هون بتطلع، كل اللي بروح على شغله واللي بروح على دوامه واللي بروح على دراسته واللي بروح على جامعته وكليته. ممتاز، ممتاز جدا. بالنسبة للمجمع كثير كويس، بس واجهنا مأساة مش طبيعية انه انتقل من المجمع القديم للمحطة. كان المجمع اللي عند الساحل الشمالي افضل من هذا بكثير، انه هذا فيه عجقة وعلى الفاضي يعني، حتى باصات شمساني مش كافية يعني. انا مروح من شمساني في طابور من هون جزء لاخر للمجمع يعني، لو كان المجمع هذاك افضل وجهز يا ريت يرجعوني عليه، انه كان افضل من هذا بكثير. والله المجمع محطة كويس، انا شايفه كويس يعني، موقعه مرتب ومساء وفي جو، اما هناك بجوز نقولوا بجوز يصير في ازمه كمان، يعني وسط البلد في ازمه اصلا، بنقولوا بصير في ازمه بزياده، اما هيك بعيد. نقطة الوصل لجميع المحافظات، بودي لجميع المحافظات هو نقطة التوصيل يعني، لو وزعوا مثلا الباصات هون نص المجمع الغدان القديم هيك يعني بقترح. في حدا بيلتزم التوقيت ولا ايش؟ تحديد بالضبط لا طبعا، انت عارف باصات وبمشوا على الدور، ويعني باص تاخر، باص تاخر شوي، باص وقف شوي، عادي يعني. احنا كجامعه هاشميه لنا وضع خاص، موضوع المواصلات قصه طويله الروايه، فالمشكله اغلب شيء بوقت رحلات الباصات، من ناحيه انه باص الهاشميه او باصات الخطوط الاخرى. مواعيد الخطوط كل 7 دقائق لعشر دقائق بيطلع باص. الجامعة الهاشمية كل 3 دقائق بيطلع بتحضر لك حافلة. هاي هيك أزمة غير موجودة من مرة. إلا إذا بتكون في أزمة داخل وين؟ مجمع رغدان القديم وجاي. قضية توقيت مغادرة الباصات يعني في الساعة الفلانية ينطلق باص، هذا حكي فاضي، لأنه الشركة ما تلتزم بهذه المواقيت. لأنه إذا الباص ما تعبى ما حيطلع الباص، حيستنى لما يعبي ويحمل كامل. الباصات لما يكون في أزمات بصيروا عشوائي يعني، في خصوصيين يعني سماسر للباصات بيوقفوا بنظموا هذا، لكن احيانا بتصير ازمه وبصير كل واحد يزرق قبل دور الثاني. هي المشكله الوحيده اللي في الباصات. الباصات لازم يكون لها مواعيد معينه، انه الواحد يكون عارف مثلا هذا الباص متى بده يطلع متى بده يجي، يعني هاي المشكله كثير موجوده هنا. في بعض الباصات واقفه ما بتحمل، في بعض الخطوط طلع قديش الدور عليها، فلانه تعزيزات للاماكن اللي عليها حركه اكثر. إشي أكيد إنه المواطن ما بيحب الدور، ما في نظام على الطوابير يعني، الواحد بيجي أول راكب بكون بضل ساعة ونص يستنى لما يجي يطلع بالباص يروح. لا والله معدوم الدور نهائيا عنده،
من راس الدور، من برا، من الشارع، من هون، وين مكان، من المكان بحمل يعني باي وسيله، بالطوشه بالعباطه بده يطلع. والله مش الكل، اصابع ايدك مش واحده، وفي ناس هيك وفي ناس هيك.